رايحين نحكيوا على واحد المشكل اللي كثير من الناس ربما يعانيوا منه، خاصة رانا في لابيريود تاع السخانة. مع حنايا هنايا على البحر يعني ولا على المدن الساحلية أكيد كاين الميديتي، شوفوا هذا المرض اللي راح نهضروا فيه. أكيد رضا، راح نتكلموا الآن على فروة الرأس والأمراض التي تصيب فروة الرأس، أقول مع الطبيب المختص في الأمراض الجلدية محمد علي خوازم. صباح الخير. صباح الخير وشكرا على الاستضافة. العفو، مرحبا بك معنا دكتور. البداية نعرف أن فروة الرأس عرضة للأمراض، حتى الالتهابات الصدفية، عدة أمراض تصيب هذه فروة الرأس. بداية، ما هي الأمراض اللي تصيب فروة الرأس؟ يعني العنوان الذي تم اختياره الموضوع التهابات فروة الرأس هو عنوان صحيح، لأنه يشمل مجموعة من الأمراض والحالات التي تعتبر قريبة من الأمراض. أغلب الناس يعتقدون أن كل التهاب في فروة الرأس هو عبارة عن فطريات. نحن في عملنا أغلب المرضى كيجي ويقولون طبيب عندي فطريات، أي احمرار ولا أي قشور في فروة الرأس يعتقد أنه فطريات، ولكن هناك مجموعة كبيرة من الحالات التي تسبب التهابات وقشور في فروة الرأس. هناك حالات يمكن أن تكون فطرية، يعني يمكن أن تكون إنتانية بكتيرية، ويمكن أن تكون حساسية أو ردات فعل فقط. نعم دكتور، يلا نفصله في هذا الالتهابات، يعني أسباب الالتهابات اللي تحدث وش هي بالتحديد. يعني أنت جملت أنه الالتهاب نتاع فروة الرأس في كثير من الأمراض. نعم، أولا لكي نقول أن المشكلة تتعلق بالتهاب فروة الرأس يجب أن يكون هناك احمرار. عندما تكون هناك قشور في فروة الرأس فهذا يعتبر دانجروف فقط بدون أن يكون التهاب. الالتهابات أهم أسباب، السبب رقم واحد هو صدفية. صدفية هي ردة فعل من الجلد، هو لما طبقات الجلد لما تتجدد يكون تسارع في تجدد هذه الطبقات، والنتيجة أن الطبقة العليا القرنية تكون خشنة وينتج عنها قشور واحمرار. هنا السبب هو التهاب في أدمة الجلد. ولماذا يحدث هذا الالتهاب؟ هو ردة فعل على حالة نفسية، ولكن يجب أن تكون هناك قابلية وراثية. صدفية كيف يعني الأعراض تاعها هي احمرار في فروة الرأس، عادة في منطقة القفا وخلف الأذنين، وتكون مغطاة بقشور ومصحوبة بحكة شديدة. المشكل أن هذه الحكة تدفع المريض إلى أن يقتلع القشور، وهذا يسبب هيجان الحالة وانتشارها إلى مساحة أكبر في فروة الرأس. صحيح بالفعل. لكن لما نحكو ربما عن القشور فروة الرأس، ما هو السبب؟ يعني الكثير من الأشخاص يعانيوا من هذا الأمر، هل ربما اختيار شامبوهات، ربما هكذا يعني أشياء نعملوها في حياتنا اليومية هي اللي تسبب لنا؟ أول سبب هو القابلية الوراثية. هناك ناس عندهم قابلية وراثية لهذه الحالات، إذا كانت قشور بسيطة يعني دانجروف ولا صدفية، هذوما لازم قابلية وراثية وأسباب أخرى إضافية، معناها مالتي فاكتوريال. يعني القابلية الوراثية هي إجبارية، ولكن يجب أن تحيط بها أسباب أخرى محيطية مثل الحالة النفسية أو الإرهاق. أو القابلية الوراثية تقدر تكون مثلا probability، يعني احتمال، يعني احتمال يكون 30% من حالات الصدفية عندها جانب عائلي، هي حالات عائلية نصيبها عند الأولياء ولا عند الأطفال. صحيح. ولا عند الإخوة. و 70% من الحالات ما نصيبوش الجانب الوراثي. يعني ما كاش فقط صدفية، هناك حالات أخرى سبب تاعها فطريات. الفطريات يمكن أن تعطي فقط قشور بدون التهابات، هي الحالة العادية للناس اللي عندهم قشور في فروة الرأس. قشور السبب تاعها ليس إجباريا شامبو أو قلت لك القشور، يجب أن يكون هناك فطري، هناك عامل فطري. هذا العامل الفطري غير معدي، الناس يعتقدوا باللي ممكن ينتقل من إنسان إلى إنسان، ولكنه موجود بصفة طبيعية في الجلد في البشرة، عنده دور في المناعة لأنه يحارب البكتيريا، عنده دور في التوازن المناعي. ولكن أحياناً لأسباب ليست معروفة 100%، يمكن أن يكون الرطوبة أو الحرارة، هذه الفطريات تتكاثر بصفة غير عادية وتتسبب في
لأن القشور تظهر للعيان، لأنه القشور في فروة الرأس كل واحد عنده قشور ولكنها ليست ظاهرة يعني بالعين مجردة، لأنه دائما هناك طبقة من طبقة من البشرة الميتة. هذه الطبقة من المفروض أنها رقيقة ولا تظهر، ويعني تذهب على شكل غبار غير مرئي. في الحالات المرضية مثل قشور فروة الرأس أو الصدفية أو الالتهابات بالفطريات، في هذه الحالات هذه الطبقة تصبح أكثر سمكا، وعندما الجلد يتخلص منها تصبح ظاهرة العيان وتتسبب في إزعاج لأنها تظهر على الملابس وتظهر. صحيح. أما بالنسبة لطرق الوقاية، كيف نتجنب الوقوع في هذه المشاكل؟ الوقاية حسب الحالة، يعني قلت لك الرطوبة عندها دور، أيضا إذا كانت حالة صدفية يجب عدم اقتلاع القشور، لأنه قلت لك إذا اقتلعنا تزيد ربما إذا اقتلعنا القشور في الحالة راح تنتشر أكثر، راح تنتشر في مساحة وراح تنتشر في سمك. إذا كانت الحالة يعني إصابة بفطريات يجب العلاج، يجب استشارة طبيب الجلد، لأنه كل حالة وعلاجها والتشخيص. لا توجد طرق وقاية عامة لالتهابات فروة الرأس لأنها ليست عائلة واحدة من الأمراض. قلت لك هناك ردات الفعل، هناك الحساسيات، وهناك وراثة الإصابات الميكروبية والفطرية. نعم. الإصابات الميكروبية هناك يعني يجب طرق وقاية، وهي شروط النظافة العامة، لأنه إصابة ميكروبية تنتج عن بكتيريا التي تتغلغل داخل الجريبات الموجودة في فروة الرأس، ودائما خاصة في منطقة القفا، وتتسبب في إنتان وتقيحات، وهذه الحالة يمكن أن تكون خطيرة من الجانب التجميلي، لأنه يمكن أن تتسبب في صلع موضعي في منطقة القفا. لهذا يجب أخذها بجدية. عند الأطفال هناك حالات من التهابات فروة الرأس تسمى تينيا كابيتيس، وهي فطريات. هذه الحالة عندها أسباب واضحة، هي الاتصال بحيوانات خاصة الأبقار والقطط، ينتج عنها التهاب ثم قشور ثم سقوط شعر. إذا لم يتم علاج هذه الحالة، خاصة هناك حالة شديدة الالتهاب، هناك عدة أنواع ومنها الحالة الشديدة الالتهاب. هذه الحالة الشديدة الالتهاب من الفطريات التي تصيب فروة الرأس عند الأطفال يمكن أن تتسبب في صلع دائم في المنطقة المعنية. جميل. في بعض الأحيان يعني الشخص يصيبه الإكزيما وكذلك الصدفية، كيفاش نفرق ما بين الإكزيما والصدفية في فروة الرأس؟ الإكزيما هي ردة فعل مبالغ فيها من جهاز المناعة. كيف تظهر؟ أعراض تاعها هي حكة، احمرار، ولكن هناك هذان العارضان نجدهما في الصدفية، ولكن هناك عارض آخر ليس موجودا في الصدفية وموجود في حالة الإكزيما التي هي الديرماتيتس، هي وجود فقاعات صغيرة على سطح الجلد مملوءة بسائل شفاف، وهذه الفقاعات بعد بضعة أيام يعني تسيل، وبعدها يكون تتشكل قشور مكونة من السائل الجاف. يعني هذا العارض هذا لا نجده في الصدفية. الصدفية كيف تبدأ باحمرار، حكة، ثم مباشرة ظهور قشور والتي تكون بيضاء وسميكة نوعا ما، ليس مثل قشور الإكزيما التي تكون عبارة عن يعني بلاسما جاف ويتفتت بسرعة. جميل. ربما هند أنا حبيت أيضا نسأله على دكتور، إحنا كثير ربما من المسببات أو من الأمراض مش تكون بالدرجة يعني كما كنا نتحدثوا يعني وراثية، دائما الأمور وتتأزم إلا ما تكون عوامل خارجية كما كنا نحكي، بعض ربما الأشخاص اللي كما رأنا نشوفه سواء نساء ولا رجال يعني كثير من المواد الكيميائية يستعملونها داخل رأسهم، يعني يدروها في رأسهم، يعني كثير شفنا الصبغات ربما المفرطة، شفنا بعض المواد اللي ربما تأثر على الجلد يعني بالدرجة الأولى. المواد الكيميائية خصوصا الغير مراقبة، أحيانا حتى مواد كيميائية مراقبة وتكون يعني تشترى من صيدلية بطريقة صحيحة وعن طريق وصف الطبيب، أحيانا الجلد تكون عنده حساسية لهذه المواد، ولكن في أغلب الأحيان مشاكل حساسية الجلد المفرطة نتيجة وضع مواد كيميائية تكون عند استعمال مواد كيميائية تقليدية.
هنا ندخل في إطار ديرماتيتس، يعني كونتاكت ديرماتيتس، إكزيما. الإكزيما هذا كما قلت لك يعني الشخص يقوم بوضع مادة كيميائية، مادة كيميائية إكس فوق الجلد. إذا كان جهاز المناعة للشخص لم يتحمل هذه المادة، وحتى ولو كان الشيء هذا عدم تحمل هذا مبالغا فيه، فستظهر أعراض وكأن الجسم يحاول الدفاع عن نفسه من اعتداء خارجي. صحيح. ويظهر تظهر أعضاء الأعراض الإكزيما التي تحدثت عنها سابقا. وفي الأخير دكتور نتكلم على العلاج وطرق العلاج هذه الأمراض الجلدية. العلاج حسب الحالة، إذا كانت صدفية يجب أولا، يعني أنا أقول دائما للمرضى أنه 40% من العلاج هو الوصفة و 60% هي اتباع نصائح، خصوصا عدم اقتلاع القشور، تجنب الحكة. والعلاج يتمثل عادة في شامبو مشكل من القطران تار ومحاليل ستيرويد، ولكن تكون مدة أقصى مدة عادة هي شهر ونصف، وننقص الجرعات بالتدريج. مثلا في الأسبوعين الأولين سيكون كل يوم، ثم يوم بيوم، ثم يوم بيومين، حتى وهذا حتى لي يعني يعتاد الجسم على الستيرويدات. إذا كانت إصابة إنتانية بكتيريا مثلا يجب مضادات حيوية. أوكي. وأحيانا هناك يعني مقاومة للحالة الميكروبية هذه للمضادات الحيوية، فنلجأ إلى عقارات أكثر قوة مثل الأيزوتريتينوين ولمدة طويلة. إذا كانت إنتانات فطرية نلجأ إلى مضادات الفطرية الموضعية، سائلة أو هولام أو حتى شامبو، وإذا لم ينجح الأمر فستكون مضادات الفطريات عن طريق الفم. جميل جدا. ربما بعد النصائح في شكل عام في الآخر، يعني النصائح الحفاظ على النظافة العامة، استشارة الطبيب الجلد في حال أي أعراض، لأنه لا يمكن القول من الأول أنها فطريات أو أنها صدفية، والعلاج حسب الحالة يختلف من شخص لآخر. دكتور شكرا جزيلا على حضورك معنا اليوم على هذه النصائح. شكرا جزيلا. وشكرا على شكرا لك.